السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله، اليوم جبت لكم بيتزا بالخبز بالباندومي، خبز اللوق. إليكم المقادير، نبدأ على بركة الله. عندي هنايا لاصوص طوماط، هنايا عندي الطون، وهنا عندي الفرماج والجبن المبشور والزيتون الأخضر والأسود. نبدأ على بركة الله. هذه الوصفة توجدوها بسرعة بدون تعب، بدون دلك، بدون عجين. هنا عندي اللوم باندومي، كاين بلا فارين كومبلي، وكاين بالفارينة. راني سخنت الفرن تاعي، هذا توجدوها بسرعة. هنا عندي صوص الطماطم، ندير صلصة الطماطم بسرعة توجديها. من تكوني عيانة ولا ديري غير هكا وصاي. هنايا عندي الطون تاع الطماطم، ولا ما تبغيش تاع الطماطم ديري تاع الزيت، ولا الدجاج، واللي يكون مشوي يكون باقي لك ديريه، ولا كل واحد المقدور تاعه. شويه طون، شوية جبن أبيض، هنا شوية زيتون، وهنايا عندي جبن مبشور، شويه جبن مبشور. وحنايا وجدنا بيتزا، درت لها الجبن المبشور رانا وجدنا بسرعه في 5 دقائق تي وجدتيها ارواح بيتزا. نكملوا هادو وندير ندخلوها للفرن في رمشة عين. انت وجدتيها تجي ولا اروع، بيتزا بدون تعب، بدون عجين، بدون دلك، توجديها بسرعة. الفرن نكمل هادو ندخلها للفرن، بعد نرجع لكم باش تشوفوها في صحن التقديم. بيتزا بخبز اللب راهي وجدت، باندومي توجدوها بسرعة. إن شاء الله تجربوها، وبالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفة أخرى إن شاء الله.